السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهارده هنحل كراسة المعاصر للمراجعة سنة أولى إعدادي. هنحل امتحانات رقم 6 و7 من صفحة 52 لصفحة 57. انتظرونا. صفحة 52، الامتحان رقم 6، محافظة المنوفية. أول سؤال عندنا listening، تاني سؤال المحادثة، بنقراها كلها الأول عشان نفهمها. سيد أند عمر are talking، بيتحدثوا عن their favorite hobbies، هواياتهم المفضلة. فعمر بيقول هاي سيد، بليزد تو ميت يو، مسرور بلقائك. فقال له هاي عمر. وراح سأله سؤال هنا في 1، نقط از يور فيفورت هوبي، هوايتك المفضلة. قال له اي لايك سبورتس، انا بحب الايه الرياضة. يبقى هيقول له ماذا او ما هوايتك المفضلة. 1 هتبقى وات، اي بلاي فوتبول، انا بلعب كورة. وبعدين نقط فرايديز، ايام الجمعة. مع الايام في رقم 2 نستخدم حرف الجر on. 3 سأل سؤال نقط do you play it، بتلعبها؟ قال له in the club، في النادي. يبقى أين بتلعبها؟ 3 هتبقى أين يعني where. سيد قال who do you play it with، يعني بتلعبها مع مين. I play it with، مش محدد هنا، بقى اكتب مثلا ايه my friends، my brother، أي حاجة ايه تكون صح يعني. سيد قال do you have any other hobbies، هل عندك هوايات تانية؟ فقال له yes. طالما قال له yes هنا، وبعدين I، وبعدين نقط reading، فقال له ايه تحت I like reading too، وانا كمان بحب القراءة. يبقى في 5 هتبقى like، انا احب القراءة. السؤال اللي بعده سؤال القطع، هنقول فكرتها. واحد بيقول ان اسمه احمد، ودي صورة للفصل بتاعه. نحن غالبا بنستخدم التابلت في المدرسة. يوجد 2 لابتوب في الفصل أيضا. صفحة 53 بقية القطعة. في لابتوب منهم ليه ايه بقى؟ ليه ماوس؟ أنا مش عارف ليه سموه ايه ماوس. كمان يوجد ايه طبعة. أنا معايا موبايل فون في شنطتي، بس أنا ايه ما بستخدموش في الفصل، لا يجب نستخدم الموبايلات في الفصل. مستر ناصر معه هو موبايل، هو كمان على الديسك بتاعه، هو بيشحنه بايه؟ بشاحن. وكمان معاه نيو ام بي 3 بلاير، اللي هو ايه بقى مشغل اللي هي الموسيقى. هو صغير ولونه ايه ازرق. السؤال الاولاني في القطعة، 1 give a suitable title، اعطي عنوان مناسب للقطعة ديت. اي عنوان بقى مناسب للمعنى؟ احمد ذا كلاس، فصل احمد، او a picture of، او صورة لايه احمد ذا كلاس، لفصل احمد. 2 where do ثلاثة you think، هل تعتقد we should use a mobile phone، هل يجب علينا نستخدم موبايلات في الفصل؟ طبعا لا، يبقى نقول نو خلاص. السؤال اللي بعده اختياري حسب القطعة بردك. رقم 4 هنا it، يبقى كانت ايه في القطعة دي؟ it دي اتعايد على ايه؟ على ام بي 3 بلاير، مشغل الموسيقى. 5 كلمة سمول، صغير، از ذا اوبزيت، عكس كلمة ايه؟ لارج، كبير. 6 ذا لابتوب هاز جوت ا، او ان لابتوب ايه اللي في القطعة هنا؟ كان معاه ايه؟ ماوس. 4 السؤال اللي بعد ده اختياري. هنا 1 نقط ار انيمالز، دي حيوانات، ذات ار لايك شيب، تكون مثل الأغنام اللي هي جوتس ماعز. 2 the not rings بيرن، when a lesson starts، عندما الدرس ايه بيبدأ وينتهي، اللي هو الجرس بيل. 3 محمد صلاح scores a lot of، محمد صلاح بيه يسجل كثير من ايه جولز، اهداف. 4 وبعدين نقط is used، تستخدم to make water hot، عشان تخلي المية ايه ساخنة، اللي هو الغلاي كاتل. صفحة 54، 5 نقط is a place، هو مكان to stay for a holiday، وتقيم فيه أجازة، اللي هو إيه شقة أجازة holiday flat. 6 when you do exercise، عندما تتمرن تعمل تمرينات، and eat well، وتأكل بشكل جيد، you become، أنت تصبح إيه
healthy بصحة كويسة صحة جيدة. 7 there isn't ده نفي، يبقى نختارهم any تيجي مع النفي. إيه؟ لا يوجد أي إيه pollution تلوث in the country في الريف، إنه إيه it's clean نظيف وصافي. 8 هبة learned هبة اتعلمت how to cook in the نقط lesson، اتعلمت إن هي إيه كيف تطهي في حصة الإيه الاقتصاد المنزلي home economics. 9 the ball is next next دي تقع في الجر تو، يعني الكرة بجوار الإيه الصندوق. 10 has your brother، مع has بنجيب got، يعني هل أخوك عنده شعر طويل؟ السؤال اللي أو صح على الكلمة اعتقد الإجابة جاهزة بس نفهم سبب الإجابة. 1 هنا eating هنشيل من لها الاي ان جي تبقى مصدر تبقى eat بس، ليه جت بعد don't. 2 mine ديت هتبقى his عشان معنى الكلام، يقول ده ايه this is علي's book ده كتاب علي، يبقى it's his انه ملكه. 3 read جت بعد is هنزود لها اي ان جي reading مضارع مستمر. 4 do هتبقى did عشان عندي هنا last holiday الأجازة الماضية تبقى ماضي بسيط. صفحة 55 الامتحان رقم 7 محافظة الغربية. السؤال التاني على طول ده سؤال المحادثة بنفهمها كلها الأول. سامي ميتس سامي يقابل a British tourist سائح بريطاني. سامي بيقول له welcome to Egypt مرحبا بك في مصر. Where are you from من أين أنت من أي بلد يعني، فهيقول هنا بقى إيه تبع المحادثة ما تقولش أي بلد عشان قال هنا إنجلاند، يبقى لازم أقول إيه I am from England أنا من إنجلترا. رقم 2 راح سأله سؤال السائح قال no I haven't لأ it's my first visit to Egypt ده دي أول زيارة ليا لمصر، يبقى هيقول له إيه هل زرت مصر قبل كده؟ الإجابة فيها have هنا عشان كده لازم اجيب هاف ايه في السؤال على هيئة استفهام بهل. Have you visited هل انت زرت Egypt before من قبل؟ بعد كده سامي قال له What places have you visited ما الاماكن اللي انت زرتها؟ مش محدد لينا في بقية المحادثة فاقول اي اماكن ايه اثرية يعني ذا بيراميدز الاهرامات او اقول لوكسور اند اسوان. 4 هنا سألوا سؤال السائح قال I am going to stay here أنا سوف أقيم هنا for 2 weeks لمدة أسبوعين، يبقى هيقول له هنسأل على إيه for 2 weeks دي لمدة أسبوعين بما طول المدة how long، وبعدين نحول I am في السؤال إلى are you how long are you going to stay here طول المدة اللي هتقيمها إيه هنا. سامي قال I hope you will enjoy your visit أتمنى أنت إيه تستمتع بإيه زيارتك لمصر هنا يعني، هيبقى هيقول له إيه شكرا thank you. السؤال اللي بعده سأله القطعة هنقول فكرتها. معنى القطعة بيقول هدى طالبة فين في مدرسة الإعدادي، هي بتمشي للمدرسة لأن المدرسة قريبة من منزلها، هي لذلك بتذهب للإيه للمكتبة. صفحة 56 بقية القطعة تذهب للمكتبة لتقرأ إيه كتب مختلفة. هدى تحب زيارة الأماكن الجديدة ومقابلة الناس كليفر المهرة الأذكياء. باباها وأخوها ما عندهاش أخ واحد بيحبوها بكوز لأنها إيه بتساعد مامتها في المنزل. أول سؤال What's the main idea ما الفكرة الرئيسية للقطعة دي؟ القطعة دي كلها بتتكلم عن إيه هدى is a good and helpful student طالبة إيه متعاونة وجيدة. خلاص ممكن تقول فكرة تانية بس تكون مناسبة للمعنى. 2 how many persons كم عدد الأشخاص اللي في أسرة هدى؟ 4 هي وأخوها وباباها مامتها 4. 3 how do you know كيف أنت تعرف that هدى likes reading إنها تحب القراءة عشان هي بتروح تقرأ كتب. She goes to the school library تذهب لمكتبة المدرسة to read books عشان تقرأ كتب. السؤال الاختياري 4 it اللي في القطعة اللي تحتها خط عايد على ايه بقى مدرسة هدى هدى's school. 5 هتبقى سي. 6 كلمة different يعني مختلف
عكسها ايه؟ similar متشابه اللي هي بي. السؤال الاختياري، اول واحدة في الاختياري my father's daughter يعني ابنة والدي، تبقى بالنسبة لي ايه؟ sister my sister اختي. 2 عبده studies hard، عبده يذاكر بجد to not his dreams عشان ايه؟ يحقق احلامه achieve. 3 I usually get up at half، انا ايه عادة استيقظ الساعة ايه؟ نقط 6 الساعة 6:30 باست. 4 هاو نقط do you go to the club، انت تذهب للنادي كم مرة؟ how often. 5 اسماء likes photos of butterflies اللي هي صور الفراشات، التقاط صور taking، تحب ايه؟ تصور الايه؟ الفراشات. صفحة 57 6 are there هل يوجد، وبعدين نقط apples تفاح في التلاجة، دي على هيئة سؤال تمام، يبقى هنختاروا ايه؟ اني اللي بتيجي فين في السؤال معنى اي. 7 I don't like watching TV انا لا احب مشاهدة التلفزيون، ما بحبوش بقى it's ايه؟ يبقى boring ممل. 8 نقط you at the party last night يعني ايه بقى؟ هل كنت في الحفلة الليلة الماضية؟ last يبقى ماضي بسيط تمام، هل كنت هتبقى where، did ما تنفعش مع انها للماضي، طب ليه؟ عشان لازم يكون هنا ايه؟ في فعل تاني هنا did فعل مساعد. 9 football is my favorite sport الرياضة مفضلة. 10 it's important to نقط انها من المهم انك ايه؟ تظل سيف امن، يبقى stay safe تظل امن على النت. السؤال الخامس read and correct اقرأ وصحح كلمة اعتقدت، my هنا هتبقى mine، بيقول ايه؟ this is not your bin ده مش قلمك ده ملكي، ملكي تبقى mine. طب 2 is هنا هتبقى ايه؟ في جوتها، جوتي مع have او has مع we يبقى ايه؟ هنستخدمهم have. 3 ار يجي بعدها الفعل في اي ان جي، نشيل الاس ديت وتبقى بلاين. 4 سبنت هنا جبنا ايه؟ ديد تمام، ديد في السؤال كفعل مساعد ترجع الفعل للمصدر وتبقى سبند معنى يقضي. كده بنتهي فيديو النهارده، وانتظرونا فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله.